خلينا نقول انك كنت نايم وفجأة فئت ولقيت القمر بهذا الحجم بوشك، والسؤال هو ماذا سوف يحصل لو اقترب القمر من كوكب الارض؟ اول شيء يا حبيب قلبي بحب اقولك انك انتهيت، بس رح اقولك كيف حتنتهي. لما يقرب القمر للأرض حيصير حالات مد جدا عالية للبحار، فبالتالي في مدن كاملة حتختفي نتيجة ارتفاع منسوب المياه، بالإضافة لموجات رياح جدا عالية وعاتية حتشيل الأخضر واليابس من الكوكب. والسبب الأول لهذا الموضوع إنه القمر بيلعب دور التوازن مع كوكب الأرض. إذا قرب القمر سرعة كوكب الأرض حتزيد بالدوران، وبالتالي حيكون في سرعة بالرياح أكبر. بس خليني طمنك أكثر، القمر بالواقع كل ما له عم يبعد عن كوكب الأرض بسنتيمترات كل سنة، وبالتالي القمر بعد آلاف السنين حيقدر أنه يتخلص من جاذبية الأرض ويصير له مداره الخاص فيه حول الشمس. ما رح كتر معلومات ولعي جوات الفيديو، بس بتمنى منك أنك تضغط على زر الاشتراك تشترك معي، لأنه مهمة القناة هو تقديم المعلومات والتوعية بشكل عام، بشكل ترفيهي وأيضا جميل. وبترككم تتابعوا بقية الفيديو.